بيكم طلاب مدرسة المنتزه الخاصة. النهاردة هناخد درس فصول السنة للصف الأول الإعدادي. خدنا في درس الليل والنهار حاجة اسمها إيه؟ الدورة اليومية للأرض. والدورة اليومية للأرض هي دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب للشرق مرة كل 24 ساعة. وخدنا إن الظاهرة دي نتج عنها تعاقب الليل والنهار، الشروق والغروب، انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي، وخدنا كمان انحراف الرياح. النهاردة بقى هناخد الدورة السنوية للأرض، وهي دوران الأرض حول الشمس. دوران الأرض حول إيه؟ الشمس، برضو من الغرب إلى الشرق، بس المرة دي بقى إيه؟ مرة كل 365 يوم وربع، أي مرة كل إيه؟ كل سنة. طب بينتج عن الدورة السنوية دي إيه؟ تعاقب الفصول السنة الأربعة. طب إيه هي فصول السنة الأربعة؟ أنا عندي شتاء وعندي ربيع وعندي صيف وعندي خريف. يبقى لما يجي يقولي في الامتحان ما النتائج المترتبة على الدورة السنوية للأرض؟ ها، تعاقب الفصول الأربعة. تعاقب الفصول الإيه؟ الأربعة. طب لو الأرض ما دارتش حول الشمس، لعدم تعاقب فصول السنة الأربعة. لو الأرض ما دارتش حول الشمس هيحصل إيه؟ عدم تعاقب فصول السنة الأربعة. خلي بالك، مهم جدا، اختلاف فصول السنة بيرجع إلى اختلاف في درجات الحرارة. طب أنا ليه عندي اختلاف في درجات الحرارة؟ عشان عندي أشعة عمودية وأشعة مائلة. إيه الأشعة العمودية دي؟ الأشعة العمودية دي اللي هي بتكون فين؟ عند خط الاستواء، بتكون شديدة الحرارة جدا. أما الأماكن البعيدة عن خط الاستواء بنلاقيها بيحصل فيها إيه؟ تنخفض فيها درجات الحرارة بسبب سقوط الأشعة بصورة مائلة. طب أنا عندي نوعين من الأشعة الشمس، يا إما أشعة عمودية يا إما أشعة إيه؟ مائلة. مهمة جدا، الأشعة العمودية بتخترق مسافة قصيرة من الغلاف الجوي للأرض. طب لما اخترقت مسافة قصيرة يا جماعة، يبقى هتفقد جزء كبير من حرارتها ولا قليل؟ قال لي لا، هي مشت مسافة قصيرة، اذا هتفقد جزء قليل. ها، مشت مسافة قصيرة هتفقد جزء قليل من ايه يا جماعة؟ من حرارتها. طب تعالوا نشوف الأشعة المائلة، هنلاقيها تخترق مسافة طويلة من الغلاف الجوي. مشت مسافة طويلة هتفقد جزء كبير. ها، مشت مسافة طويلة هتفقد جزء كبير من ايه؟ من حرارتها. يبقى طول المسافة التي تخترقها الأشعة العمودية طولها قصير، اذا طولها قصير هتفقد قليل، طولها قصير هتفقد قليل. طب المائلة تخترق مسافة طويلة، يعني مشت مسافة طويلة هتفقد جزء كبير. تمام كده؟ لكم بقى عندي سؤال مهم جدا، تتعاقب فصول السنة الأربعة ليه؟ بما تفسر؟ بسبب دوران الأرض حول الشمس. الأرض لما دارت حول الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل كام؟ مرة كل 365 يوم وربع، بس إيه بشرط يا جماعة؟ مع ثبات ميل محورها وفي اتجاه واحد. تمام كده؟ خلي بالكوا يا جماعة ان الاشعة العمودية هي اشد حرارة من الاشعة المائلة. ليه؟ لانها تغطي مساحة صغيرة جدا من سطح الارض، فهي غطت مساحة صغيرة فهتتركز حرارتها على تلك المساحة. ونخلي بالنا ايضا ان الاشعة المائلة اقل حرارة من العمودية. ليه بقى؟ لانها تغطي مساحة واسعة من سطح الارض فتتوزع تلك الحرارة على تلك المساحة. دلوقتي هنحل التدريبات على الدرس بما تفسر الأشعة العمودية أكثر حرارة من المائلة. قلنا لأن الأشعة العمودية بتغطي مساحة صغيرة جدا من سطح الأرض فتتركز هذه الحرارة على تلك المساحة وتكون أشد إيه؟ حرارة. ليه تتعاقب فصول السنة الأربعة؟ ليه تتعاقب فصول السنة الأربعة؟ بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة كل كام؟ كل 365 يوم وربع، مع ثبات ايه؟ مع ثبات ميل محورها في اتجاه واحد. يبقى تعاقب فصول السنة بسبب دوران الارض حول الشمس. دوران الارض حول الشمس.
عندي سؤال، ما النتائج المترتبة على الدورة السنوية للأرض حول الشمس لما الأرض دارت حول الشمس حدوث ظاهرة تعاقب فصول السنة الأربعة؟ حدوث ظاهرة إيه؟ تعاقب فصول السنة الأربعة. نتج إيه عن تعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو؟ قلنا الشمس لما تعمدت على مدار السرطان بقى عندي إيه؟ ارتفاع في درجة الحرارة، ترتفع درجة الحرارة ويحدث أو يحل فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وتنخفض درجة الحرارة ويحل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي. ده علامة صح أو غلط مع التصويب. واحد، يتميز فصل الخريف بقصر النهار وطول الليل. غلط، في فصل الخريف تتساوى طول النهار والليل، عدد ساعات النهار والليل بيتساوى. رقم 2، تتعامد الشمس في فصل الصيف على مدار السرطان. صح. رقم 3، الأشعة العمودية أشد حرارة من الأشعة المائلة. صح، عشان قلنا بتغطي مساحة صغيرة من سطح الأرض. رقم 4، تعتدل درجات الحرارة في نصف الكرة الأرضية في فصل الخريف والشتاء. غلط، الربيع والخريف. 5، تتعامد الشمس على مدار الجدي. تمام، يؤدي إلى حلول فصل الشتاء. تمام، بس في نصف الكرة الأرضي الجنوبي. مش تمام، غلط. يبقى تتعامد الشمس على مدار الجدي يؤدي إلى حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. لما الشمس تتعامد على الجدي بيبقى عندي شتاء شمالي وصيف جنوبي. يبقى الشمس لما تعمدت على مدار الجدي بقى عندي شتاء في الكرة في نصف الكرة الجنوبي. غلط، في نصف الكرة الشمالي. تمام كده. عندي ماذا يحدث إذا لم يكن محور الأرض مائلا أثناء دورانها؟ لو محور الأرض مش مايل، الشمس هتبقى عمودية فقط على دائرة الاستواء وهتكون مائلة على بقية سطح الأرض. طب ده هيؤدي إلى إيه؟ ثبات مناخ يا جماعة، ثبات في حالة المناخ، عدم تنوع المناخ. ولما المناخ مش هيبقى متنوع مش هيبقى عندي فصول سنة أربعة. تمام؟ يبقى عدم تنوع المناخ أو ثبات حالة المناخ وعدم حدوث ظاهرة فصول السنة الأربعة. الاختيارات، رقم 1، النهار بيكون طويل، النهار بيكون طويل في فصل الصيف. طب النهار بيكون قصير في فصل الشتاء، يبقى يطول النهار في فصل الصيف. رقم 2، في 21 ديسمبر. ماشي يا فندم، في 21 ديسمبر ايه اللي حصل؟ يكون فصل في نصف الكرة الجنوبي. 21 ديسمبر الجنوب بيكون فيه صيف، طب والشمال شتاء. يبقى في 21 ديسمبر الجنوب صيف والشمال شتاء. طيب، تتساقط الأوراق الأشجار في فصل الخريف. تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف. في 21 مارس. نعم يا فندم، في 21 مارس الشمس بتتعامد على دائرة الاستواء. حلو، وبيحصل لي عندي ربيع شمالي في مارس، ربيع شمالي في مارس، ربيع شمالي. عندي رياح وأمطار في فصل الشتاء. رقم 5، تنشط الرياح والأمطار في فصل الشتاء. عندي رياح وأمطار وانخفاض في الحرارة، يبقى الشتاء. عندي رياح وأمطار وانخفاض في الحرارة، يبقى الشتاء. طب عندي ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع في درجات الحرارة يبقى صيف. ارتفاع في درجات الحرارة يبقى صيف. النهار طويل يبقى برضو صيف. النهار طويل يبقى صيف. ارتفاع في درجات الحرارة يبقى صيف. أمال امتى بتعتدل درجات الحرارة؟ في الخريف وفي الربيع. تمام كده؟